وانت تمس تيم بروجكت اي كيو. دلوقتي اصبح الموضوع بيتم من خلال الذكاء الصناعي، تحليل للمخاطر، تحليل للمشاكل. يقدر يقول لي ايه الحاجة اللي فيها خطورة او فيها ريسك او فيها مشاكل ومحتاجين ان احنا نركز عليها، وتقدر تدرس المشاكل دي، تشوف ايه درجة خطورة كل واحدة فيهم، وتقدر تحدد ايه الحلول اللي ليها، وده يسهل بكتير جدا الشغل. ده الجيل الجاي من برامج البيم.